نشكر من أسرة مسجد الفاروق إلى مؤسسة الأم بي سي التي قامت بتقديم المصاعف لهذا المسجد، بارك الله فيها وجزاها الله الخير من دير البلح. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم أسرة مسجد دار التوحيد في دير البلح الذي تم بناؤه بواسطة مؤسسة دار التوحيد إندونيسيا، نشكر مؤسسة أم بي سي على تقديم هذه المصاحف للطلبة لكي يحفظوا القرآن الكريم ولرواد المسجد حتى يقرأوا القرآن الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ومزيدا من تقديم يد العون للمحتاجين وللمساجد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر أخواننا في مؤسسة أن بي سي على ما قدموه من مصاحف لأسرة مسجد النور في منطقة دير البلح المشيالة، ونسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين. نشكر من أسرة مسجد الفاروق إلى مؤسسة الأم بي سي التي قامت بتقديم المصاعف لهذا المسجد، بارك الله فيها وجزاها الله الخير من دير البلح.